أنا سمية أم الشهيد طارق. ابني كان في الميدان كان بيصلي جمعة الغدا من 28. بعد ما صلى لقى البلطجية، خرج من الجامع لقى البلطجية عديقة قدام الجامع، بقى يجري وراهم وهو يجري منهم قدام عيني، لحد ما راح الميدان بتاع المطرية ضربوه طلقة في قلب. فأنا عايزة حق أم الحبيب العدل وحسن مبارك وجمال وابنه التاني مش عارفة اسمه ايه، علاء. انا عايزة حقي منهم، وبعدين مش عايزين تأجيل، احنا مش عايزين تأجيل، احنا زي ما عيالنا ماتت في الميدان هم يموتوا مرة ما يأجلوش، يعني كل ما يأجلوا كل ما البلد بتنفع، احنا مش عايزين اكتر. اللي كان عنده كم سنة يا حاج؟ 32. وانت عندك كم سنة دلوقتي يا حاج؟ 55. انا منطقة يا حاج؟ من انهي منطقة؟ من ميدان المطرية. المطرية؟ مش عارف ربنا يرزقنا بيه الشهادة ان شاء الله زيه كده. اللهم امين. وازاي ثلاث عيال صغننين قوي؟ كام ولد يا حاج؟ ولد وبنتين. حد معاك هنا من اولاده؟ ايه؟ اولاده موجودين هنا؟ معايا. من هنا؟ لا انا كنت في البيت. انتوا بقالكم مقسمين من امبارح ولا من اول يا حاج؟ لا من امبارح. جمعة؟ حد جابكم من المسؤولين؟ لا ما حدش جابنا. مش حد سألكم خالص لحد دلوقتي؟ لا. وانتوا ناويين تستمروا لحد ما؟ لا مش هنستمر، بس هنسأل بنعمل حاجات. ماشي شكرا.